بحران داخلی دمشق تا سقوط پیش رفت، اما سقوط نکرد. ورود حزب الله لبنان در سوریه سر و صدای بسیاری برپا کرد. سألوني يا سوريين كثير، كيف تريد منا أن نصدقك يا حسن نصر الله إذا كان جنودك يقتلون السوريين في حمص وجاي تقول لي بدي دافع عن فلسطين؟ كيف، ما هذا المقاومجي الذي يقتل في مكان ويدافع في مكان؟ دليلك كذب، دليلك كذب. بعد أن ننتهي من سوريا سنذبحك بالسكاكين يا حسن نصر الله. سوف نحرقه حزب الشيطان مثل هذا العلم. هیچ وقت فکر نمی کردم اوضاع آنچنان تغییر کند که حالا بعد از 6 سال به لبنان بروم. قرار است روایتگر گوشه دیگری از ماجرای جنگ جهانی در سوریه باشم، آن هم در لبنان. لبنان کشوری کوچک است، ما بین سوریه و فلسطین اشغالی، در کنار دریای مدیترانه. در تمام جنگ هایی که در لبنان رخ داد، همیشه مهمترین پناهگاه لبنانی ها سوریه بود. و حالا ماجرا برعکس شده. سوریه به ویرانه ای تبدیل شده و لبنان در حال پیشرفت است. جامعه لبنان مدرن و تحصیل کرده است و شاید قابل مقایسه با جوامع اروپایی مدیترانه باشد. بیشتر لبنانی ها دو زبانه هستند و عربی و فرانسه صحبت می کنند. به همین دلیل لبنان عضو سازمان بین المللی کشورهای فرانسوی زبان است. با این حال زبان انگلیسی خصوصا بین دانشجویان لبنانی رایج شده است. این کشور نه تنها محل تلاقی مسیحیت با اسلام، بلکه دروازه ایست که جهان عرب را به اروپا متصل می کند. اکثریت مردم لبنان مسلمان و بعد مسیحی هستند. و اما حزب الله، تشکیلاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در لبنان به وجود آمد و حالا یکی از بازیگران اصلی جنگ جهانی در سوریه است. تا جایی که برخی ها استمرار دولت سوریه را به حمایت مستقیم این تشکیلات نسبت می دهند. اما به راستی حزب الله چرا وارد ماجرای سوریه شد؟ خیلی ها شاید ندانند که تشکیلات حزب الله در لبنان نماینده مجلس دارد، آن هم از طریق انتخابات. با پیگیری های فراوان توانستم به دیدار یکی از این نمایندگان بروم، مردی به نام علی فیاض. سؤال صریح و واضح، لماذا يتدخل المقاومة في المعارك بسوريا؟ تدخلنا في سوريا أولا هو دفاعا عن السيادة اللبنانية، دفاعا عن الاستقرار في لبنان، دفاعا عن الأمن ووحدة اللبنانيين، وربما قبل كل ذلك هو دفاع عن وجودنا. وهذا الأمر برأينا لا يحتاج إلى كثير تدليل ونقاش. أبو بكر البغدادي أعلن بأن بلاد الشام برمتها بما فيها لبنان هي جزء من جغرافيا الخلافة، فلذلك في صلب مشروع داعش أن يكون لبنان جزء من جغرافيا الخلافة. ولو لم يتدخل حزب الله في سوريا ويحمي الحدود اللبنانية، ربما كان مصير لبنان مثل مصير المحافظات السورية. كان هناك انقسامات في الداخل على المستوى الطائفي والمذهبي، كان هناك اضطراب، كان هناك جزء مقتطع كبير من الأراضي اللبنانية في الشمال وربما في البقاع يشكل جزءا من جغرافيا الخلافة أو على الأحرى من دولة داعش. يعني أولا أريد أن أقول السؤال الأساسي الذي يحدد طبيعة الإجابة، ما هي جوهر المسألة السورية؟ هل هناك صراع على الديمقراطية في سوريا؟
لو كانت المسألة مسألة الديمقراطية كنا وقفنا على حياد وقلنا أن هذا هو شأن داخلي سوري. هناك نوع من الاستهداف الدولي والمؤامرة الدولية، وهناك غطاء دولي دفع بكل هؤلاء الإرهابيين التكفيرين إلى سوريا بهدف إسقاط الدولة في سوريا وتغيير الجغرافيا السياسية السورية، تغيير النظام السياسي في سوريا، ربما إنهاك الدولة في سوريا وإضعافها، والأخطر من ذلك هو إشاعة الانقسامات داخل سوريا تمهيدا ربما لتقسيمها. ولا سمح الله في حال حصل ذلك فإنه سيترك تداعيات شديدة السلبية على الوضع اللبناني. كل علماء السياسة واللبنانيين والسوريين يعرفون بأن الجغرافيا السياسية الجيوبوليتيك في لبنان وسوريا إنما هي متداخلة، وما يحصل في سوريا يترك تأثيرات حاسمة على الوضع في لبنان. فلذلك لا نستطيع أن ندفن رأسنا في الرمل ونعتبر أنفسنا غير معنيين اتجاه ما يجري في سوريا. به نزدیک ارتفاعات قلمون در شمال شرقی لبنان رفتم، جایی در مرز لبنان و سوریه. این ارتفاعات بیش از 70 کیلومتر طول و 15 کیلومتر عرض دارد و حزب الله در نبرد با تکفیری ها در زمستان در دمای هوای زیر صفر درجه با آنها می جنگید. توانستم با یکی از رزمندگان حزب الله به نام مصطفی هم کلام شوم. تکمان موجود بین شبکه؟ نعم. من ای متى حتى الان؟ حوالي سنه ونصف وانا موجود في الشبكه. باي مناطق الشبكه؟ احنا في مناطق جرود عرسان والسلسله الشرقيه، الحد الفاصل بين سوريا ولبنان. برأيك ما هو الهدف المقاومة الإسلامية بالدخول في المعارك بسوريا؟ هدف لحماية لبنان بالنسبة الكبيرة ولحماية المقدسات. فلولا تدخل حزب الله في سوريا لكانوا أصبحوا في بلادنا، لكنا نتذبح كل يوم وتسبى نساؤنا وأطفالنا، ولكن تدخل حزب الله منع هذا الشيء وحمى المقامات الشريفة السيدة زينب والسيدة رقية. تصور برخی ها آن است که نیروهای حزب الله لبنان فقط در سوریه به شهادت می رسند، اما مصطفی به من از شهدایی گفت که در ابتدای بحران سوریه به شهادت رسیدند، آن هم در لبنان. اینجا مزار شهدای حزب الله در بعلبک است که همچون ایران بهشت زهرا نام دارد. در اینجا شهدایی از نبرد با اسرائیل از 30 سال گذشته تا کنون آرمیده اند. اما بیشترین شهدا در این مزار مربوط به جنگ در سوریه است. قصه فؤاد مرتضی قصه دفاع در لبنان است، آن هم به روایت پدرش. فؤاد در بریتال شهید شد. ابو جعفر، ما هي وضع شهادة ابنكم ومكان الشهادة وكيفية الشهادة ابنكم؟ هو كان في حديث مع أخوه، قال له لأخوه، أخوه هو توم يعني بنفس العمر، خلقوا مع بعض يعني توأمان يعني توم، قال له لأخوه أنا نويتها. يعني نويتها شو معناتها؟ يعني نوى الشهادة. وقال له رح تشوف انه هي حقيقة، مش عم بحكي يعني هيك. هو قرر انه بدل ما يعيد مع اولاده، عنده اولاد بنتين وصبي، بدل ما يعيد مع اولاده قرر انه يعيد مرابطة على الحدود بين لبنان وسوريا، منطقة الألمون. هن أعلنوا أنه بدهم يفوتوا على لبنان،
وشعاراتهم مشهورة يعني، إن كان بوسط على الأرض يعني بالمسيرات أو شيء، أنه هلأ بدهم يخلصوا من سوريا بعدين بدهم يجوا على لبنان، وبدهم ينطفوا المنطقة من كل شيء ما بي يعني ما بيناسب تفكيرهم، إن كان مسيحية أو كان سنة أو كان اللي مش مع هون ضدهم يعني بدون أي تمييز. راحوا طلبوه على جرد اليونين، جرد يونين كانوا مرتاحين الشباب، صار في نقص بالعديد يعني بالمقاتلين فوق جرد بريتيل، عاد رجعوا أخذوه فوق جرد بريتيل على منطقة بسموها عين ساعة، صار هناك الاستشهاد. هناك سوريا نحن بالنسبة لنا حدود لبنان، كم فيها حدود؟ في عنا البحر وعنا سوريا الحدود الجبال. السورية والجبال جبال، وفي عنا فلسطين، فلسطين اخذتها اسرائيل، ما فينا نروح ونجي على فلسطين، اسرائيل اللي حاكمها. انا بتمنى اني اروح زور نبي الله ابراهيم وروح زور المسجد الاقصى وزور نبي يوسف، كلهم موجودون يعني اول القبلتين هو. فهذا طريق عنا نحن بالنسبه للبنان مسدود بالضبط. اما نحن بالنسبه للحرب اللي دخلنا فيها بالنسبه لسوريا، هن عمليه دفاعيه صحيح، يعني افضل الدفاع هو الهجوم. يعني انا ما بنتظر داعش وقت اللي قال عم بيهددني بيقول لي انا واصل لعندك وحط متفجرات بالاسواق وبالمساجد وانطره قول له تعال عندي بعدين بحاربك انا لحتى تصير ببيتي، ما بيصير ما بيصير هذا لا. فانا بدي روح اطفي نار العداء من اولها باولها، مش بعد ما تصير ببيتي، بعد ما احترق انا قول والله انا بدي. وهذا الدفاع مش دفاع يعني باي منطق، ان كان منطق سياسي او منطق ديني او منطق انساني، الدفاع عن النفس مشروع. الحرامي اذا دخل بيتي وقمت انا دافع عن حالي وقتلته، ما في له دية عندي، ما له حق عندي، لانه هو اللي صار، هو اللي مهاجم، هو اللي فات على بيتي. به بعلبک در شمال شرقی لبنان رفتم، جایی که معروف است به یکی از منزلگاه‌های کاروان اسیران کربلا، که مسجدی به نام رأس الحسین هم همین را گواهی می‌دهد. اینجا یکی از شهرهای تاریخی لبنان است که بیشترین شهدا را در تاریخ مقاومت دارد. حاج حیدر یکی از ساکنان اینجاست که این شهر را خوب می‌شناسد. إن مدينة بعلبك هي محجة لكل شعوب الرومانية، يحجون إليها في من الدنيا كلها، فهي العاصمة الدينية للإمبراطورية الرومانية. فيها الإله بعل الذي ذكر في القرآن الكريم بالآية التابعة لسورة الأنبياء، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فكان نبي هذه المدينة النبي إلياس سلام الله على نبينا وعليه وآله. إن البقاع أجمع كله معه مدينة بعلبك كانت هدف رئيسي للتكفيريين الوهابية، ولكن مجاهدي المقاومة الإسلامية حزب الله الذين خرجوا من لبنان إلى سوريا لمواجهتهم هم السبب الرئيسي لبقاء هذه المدينة وكل أرجاء وأرياف هذه المدينة بأمان، بسبب دماء الشهداء التي بزلت من قبل إخواننا وأبطالنا أبطال المقاومة في سوريا. ولولا هذا الجهد الجبار والخروج إلى سوريا لما بقيت المدينة كما هي، لكانت مساوية لمدينة حلب وبعض المدن السورية.
إذا لا سمح الله ينتصر الإرهابيين بسوريا، كيف الوضع بالبلبك ولبنان ومنطقة؟ تصبح المدينة والمنطقة بأسرها مناطق كما هي الموصل قاعا صفصفة فيها القتل والتدبير، ولن يبقوا على أهلها فيها، وسوف يذهبون في كل اتجاه. ولكن بحمد الله مع وجود المقاومة لن يكون هذا الأمر قريب المنال، ولن يكون بيد هؤلاء التكفيريين أبدا. ابتدائي بحران حزب الله أصل ورود بماجرای نداشت. در سال 2013 شهر القصیر در نزدیکی مرز لبنان با سوریه به دست تکفیری ها افتاد. حزب الله خطر را حس می کرد و چاره ای جز مقابله با آنها نداشت. عملا شهر القصیر به قرارگاهی برای پشتیبانی نیروهای تکفیری در لبنان تبدیل شده بود. یکی از شهدای عملیات آزادسازی القصیر شهید صلاح حبیب بود که پیکرش 8 ماه در دست تکفیری ها قرار داشت. طلعت شهید حسین، كان ما في التكفيريين موجودين، كانت اسرائيل موجوده عندنا نحن، كان هو يعني قلبه متعلق بالشباب المقاومه يلي كانوا عم يقاوموا اليهود، وكانت وجهه نظرنا كلها سوا لفلسطين وتحرير فلسطين والجهاد. يعني شوف يعني انا كنت اخده على طول على منطقه الجنوب وفرجيه، مثلا كنا على الأبقاع الغربي اول طلعته، انه مثلا هيدي تومات نيحه، هيدي عين التينه مثلا، هون هو موقع اسرائيليه. كان عنده شوق انه يكون مقاوم ويدافع عن ارضه الوطن ويقاتل، كان انه هالجماعة هودي اليهود اللي محتلين ارضنا نحن. يعني قبل ما يستشهد بشي اسبوع قعد هيك حد مني بيقول لي ماما كمش لي دي، قال لي ماما انت عندك 5 شباب ما بتحبي تضحي بشي واحد؟ وشو نور حسين، نور عم بيشع من وجهه، نور عم بيشع. قلت له يا ماما ما في ام بتتمنى انه ابنها تشوف ابنها يعني، بس انت الله ينيلك اللي انت بتحبه يعني. وهيك مغمغة القصة وعم يضحك وعم يمزح وكان يعني جمعة اللي استشهد فيها طلع لعندي لابس بدلة جديدة عم يفرجيني إياها، بيقول لي ماما لبقت لي هالبدلة هيدي؟ قلت له إيه لبقتها. وأنا شو يعني عم بتضحك، وما كنت يعني ما كنا متوقعين إنه مثلا يعني هالشي. حتى هذه اللحظة يطالبنا كل العالم بأدلة عن تورط حزب الله اللبناني في قتل السوريين. نحن الآن سنقدم دليل قاسم للظهر عن تورط حزب الله اللبناني في قتل السوريين. هذه جثة أحد قتلى عناصر حزب الله اللبناني الذين تم سحبهم من في معركة تل القادش، تم سحبهم من قبل ثوار الجيش الحر في معركة تل القادش. هذه الجثة تعود لشخص اسمه أبو علي رضا. هذه الجثة خسر واضحة لوجهه. مقاتلو الحزب وأهله يعرفون من هو أبو علي رضا، بشغله بمنطقة القصير، شغله منطقة القصير، بيطلعوا لنفذوا مهمة هي قبل ما يستشهد يعني بساعات، عم يأذن العصر عند الإخوان السنة، عم يأذن العصر والعالم عم بتفوت على المسجد عم بتصلي. بيقول له لرفيقه، هي نقلة عن رفيقه، بيقول له لرفيقه ليك اخدين راحتهم عم بيصلوا، وجماعه نحن محافظين عليهم، منطقه نحن مسيطرين عليها وما حدا بيتعدى عليهم ولا بيتعدى اي انسان. افترض لو بالعكس، لو في تكفيريين هون موجودين بحد المسجد، لانه نحن المسجد نحن رايحين نصلي، بيخلوا العالم تفوت تصلي، بيخلونا نفوت نصلي، بيخلوا حرماتنا نحن تفوت على المسجد مثلا تقوم بواجباتها او تعمل اي شيء بالواحد، كانوا بالعكس. هاي المسج 4 ساعات. علي رضا فرزندان صلاح حبيب
با آنکه در چند کیلومتری تکفیری ها قرار دارند، در آرامش زندگی می کنند، چون پدر برای آرامش آنان به شهادت رسید. طبعا بیخدو الجسمان بیختفی الجسمان بیخدو التکفیری بیدال فتره فتره 8 اشهر ونص. بدنا نكفي نحن بقصة بكفي لك قصة الشهادة. بس صارت معي حادثة بالوقت يلي كان مختفي الجسمان، بكون موجود عند الإمام علي بن مصر رضى عليه السلام الله، أنا وزوجتي أم الشهيد وعائلة الشهيد، بندخل من باب الطوسي فسعة، بوقف عندية الإمام علي بن مصر رضى أول ما بوصل بسلم علي بقول له بدي الشهيد حسين منك، بقول له بدي الشهيد حسين منك، وبيجي على لبنان بزور الإمام وبيجي على لبنان. بليلة من الليالي بشوف الرؤية إنه جبهة النصرة مضايقيني مضايق وبدي أهرب منهم، بطلع تلة صغيرة هاي، بطلع تلة بفوت بلاقي عوائل شهداء موجودين، بقرب أكتر بلاقي شخص نور وجهه ضاوي نور، بقرب الإمام علي بن مصر رضى عليه السلام الله، بعبطه وبيعبطني، هو بيبكي وأنا ببكي، الشخص بوع. عندي خال بيروت مريض بدي روح علي أنا والحجة، بحكي لها للوالدة والرؤية، بحكي ببيت الرؤية، بحكيها عند خالي ببيروت الرؤية، وبيجي عبد علي طالع صلي بمسجد رأس إمام الحسين عليه السلام الله، عبقول الله أكبر وأنا قدام باب المسجد، يدق تليفوني قالوا قال الشباب معوزينك شوي، قلت له بدنا نصلي، قال تعال شوي معوزينك. جيت لعندهم قال مبروك جبنا الشهيد حسين، جبنا الشهيد حسين، وبعد 8 أشهر ونص جسمانه بعضه طري ندي، بتسلم علي لحم نعمة من الله عز وجل، هودي شهداء، هودي شهداء، مثل ما قال عنه سيد القائد شو شهداء كربلاء، فعلا هودي شهداء كربلاء. جالب است بدانید اهالی مناطق مختلفی از اهل سنت و مسیحیان لبنان از حزب الله در نبرد با تکفیری ها درخواست کمک کرده اند و از مقاومت هم حمایت می کنند. سال 1389 گروه مستند ما با همکاری و پیشنهاد دکتر رکن‌آبادی سفیر وقت ایران در لبنان به دیدار میشل اون رهبر مسیحیان آزاد لبنان رفت، درست قبل از آغاز بحران در سوریه. میشل اون در خصوص سوریه پیشبینی جالبی کرد. لقد عرفنا بعض الاستقرار الأمني من 2008 لليوم، ولكن اليوم نجد أنفسنا أمام مؤامرة دولية كبيرة، وهي الإعداد لقرار ظني لا يرتكز كما نعتقد نحن على وقائع وقرائن صحيحة، لأن هو أثناء التحقيق تدخلت فئات عديدة منها دول 10 دول كبرى امتنعت عن اعطاء المعلومات التي لديها للمحققين، وتدخلت مجموعه من شهود الزور، اقول مجموعه يعني ليس شاهدا واحدا، لتحويل مجرى التحقيق الى مسلك ضد سوريا. الصراع الحالي يريد البعض ان يجعلوه صراعا مذهبيا بين المسلمين، صراع بين الشيعة والسنة، وأنا أقول أنه صراع سياسي بين فئة تريد الاستسلام للمشيئة الدولية، وبين فئة تريد أن تقاوم التقارير المشعفة بحق لبنان وبحق وتضر بالمصالح اللبنانية. لذلك نحن اليوم متفاهمين مع حزب الله والمعارضة على هذا الشأن، ونشكل جبهة واحدة يواجه ما يحاك ضدنا، ونحن اليوم
بحاجة لوحدة وطنية للمقاومة وليس بحاجة لوحدة وطنية للاستسلام. نحن مع سياسة المقاومة وسنبقى الأقدر على الأرض لخلاص وطننا وخلاص مجتمعنا. او اکنون با اکثریت آرا و با حمایت حزب الله به ریاست جمهوری لبنان رسیده است. سخنرانی های سید حسن نصرالله یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن هم صراحت، شجاعت و صداقت است. بعد از دیدن این همه اتفاقات در لبنان، پیشبینی سید حسن نصرالله از وقایع امروز آن هم 13 سال پیش مرا شگفت زده کرد. تترتب اليوم مسئوليات على علماء الاسلام في كل العالم الاسلامي من السنة والشيعة وعلى الحركات الاسلامية السنية والشيعية على الجميع ان يدرك. في جبشيت انا قلت كلمة بعض الاخوة قالوا انت ليش عم بتبالغ. الافق الوحيد امام السيطرة الامريكية على العراق وبقاء الامريكان بالعراق، الأمل الوحيد لسيطرة أمريكا على المنطقة لعقود ولأجيال هو ضرب الأمة في مسألة الشيعة والسنة والسلام، ما عاد في تهديد آخر. هذا هو أخطر تهديد يواجه الأمة من قبل أمريكا، ووحدة الشيعة والسنة هي أكبر تهديد يواجه المشروع الأمريكي الصهيوني الجديد في المنطقة. مسؤولية الجميع أن يقفوا، أن يتكلموا، أن ينطقوا بالحق. وأول المواجهة أيها الإخوة والأخوات وخصوصاً أيها السادة العلماء هو الوقوف بشدة وبحزم أمام أي اتجاه تكفيري في وسط المسلمين، سواء كان هذا الاتجاه سنياً يكفر بقية السنة ومعهم الشيعة وغيرهم من الطوائف، أو كان هذا الاتجاه شيعياً يكفر السنة وغيرها من المذاهب والطوائف. أي اتجاه تكفيري في الأمة هو اتجاه تدميري. الاتجاه التكفيري يسقط كل الحرمات، لا يبقى هناك حرمة لا للمسجد الحرام ولا لمسجد النبي ولا لمقام علي ولا لخليفة ولا صحابي ولا تابع بإحسان. الاتجاه التكفيري لا يبقي حرمة لا لدم ولا لعرض ولا لمال ولا لمستقبل. الاتجاه التكفيري هو اتجاه شيطاني غرائزي متحجر لا يستند إلى أي منطق قرآني أو نبوي، ويجب أن يواجه. وحتى الذين ربوا هذا الاتجاه ودعموا هذا الاتجاه بدأوا يعانون من ويلات هذا الاتجاه، ويجب عليهم أن يسارعوا. لا يجوز أن يتردد أحد في اتخاذ الموقف عندما يتطلب الأمر أن نتخذ موقفا. المسألة هنا ليست مزاج فلان ومزاج فلان ورغبات الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، نحن هنا نتحدث عن مصير أمتنا ومنطقتنا وشعوبنا وأجيالنا وأولادنا وأحفادنا ومقدساتنا، والكل يجب أن يتحمل مسؤولية. هذا يدعونا في العالم الإسلامي وفي العالم العربي بشكل خاص أن نضع أسس للتعاطي مع أحداث مشابهة من هذا النوع، وفي مقدمتها محاصرة كل اتجاه للفتنة، كل من يعمل للفتنة، كل من يثير الفتنة بكلمة، بفعل، بطلقة رصاص، يجب أن يحاصر ويجب أن يدان ويجب أن يضرب على يديه، بل يجب أن تقطع يده ولسانه أيضا، مين ما كان يكون سنيا أم شيعيا كان. لماذا؟ لأن التسامح، لأن التسامح في هذا الأمر له مخاطر كبيرة جدا. عندما تثار العواطف والأحقاد والضغائن، وعندنا نحن مئات السنين بنقدر نجيب ضغائن وأحقاد وحساسيات، وعندنا في الحاضر ضغائن وأحقاد وحساسيات، عندما يصبح اتجاه الفتنة هو الذي يسيطر على المشاعر لن يبقى مكان لعاقل شيعي ولا لعاقل سني. سوف تصبح الساحة في يد CIA ويد الموساد، التي واللتين أقسم
بأنهما تختوقان العديد من المجموعات التي ترفع شعار الإسلام وراية الإسلام. پرسجوهایم در خصوص عملکرد حزب الله به عنوان یک حزب شیعه ما را عازم سیدا در جنوب لبنان کرد. شهری ساحلی که اکثر ساکنانش از اهل سنت هستند. در این شهر فردی به نام احمد الاسیر شروع به فعالیت‌هایی برای جذب افراد به منظور جهاد در سوریه می‌کند. لذلك وبكل وضوح وبكل صراحة أرفع صوت كثير من المسلمين يتألمون في سوريا وهنا وهناك. يا شيخ حسن نصر الله سلم سلاحك للجيش. حالا به نزدیکی خانه او می روم، اما نه برای دیدنش، بلکه برای دیدار با یکی از علمای اهل سنت که پسرش در عملیات حزب الله در سوریه به شهادت رسیده. این شیخ چندین بار مورد سوء قصد قرار گرفته. موضوع التهديد مثلا والشتم والسباب كنت اتعرض له قبل استشهاد ولدي نتيجة موقفي السياسي الداعي للوحدة الإسلامية والداعم للمقاومة. بعد استشهاد محمد يعني هذا الكلام وهذا التهديد اصبح اضعاف مضاعفة، وأنا تعرضت يمكن قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إلى محاولة يعني اعتداء أثناء عودتي من بيروت إلى صيدا. سلكت الطريق البحري قبل جدرة بمسافة يعني بسيطة، لاحظت أنه في سيارة خلفي عم بتزمر وتضوي أكثر من مرة. أنا ما خففت، بقيت ماشي بنفس يعني السرعة اللي ماشي فيها، فقطع عني شوي، شفته عم بأشر لي نحو اليمين يعني أو هيك لورا، فأنا اعتقدت أنه في عطل بالسيارة بدولاب بشي، فأخذت اليمين ونزلت من السيارة وأنا عم لف يعني خلف السيارة. ترجلوا هن ثلاث أشخاص من السيارة، واحد منهم مباشرة أصابني بحديدة على جبيني، حاول يضرب ضربة تانية رديتها بإيدي، وثلاث أشخاص يعني توجهوا نحوي ونكالوا علي يعني بالضرب والشتائم والكفر للذات الإلهية. شهيد مهمة يدخل بالمقاومة في البداية، أول شيء بالمقاومة اللبنانية، وبعد يهاجر إلى الله في طريق الجهاد بالسورية. نعم. حضرتك كنت بشأن أب محمد، أي مخالفة بالنسبة لابنكم؟ لا يعني لا يوجد يعني لا في ما في جواز بشأن الدخول بالمقاومة أو لا يعني في تشويق من جانبكم أيهم؟ يعني أنا من كان يشجع محمد على يعني بقائه ودخوله في المقاومة، يعني حتى في مشواره إلى الشهادة إن جاز التعبير، يعني في آخر يعني مرة ذهب فيها إلى سوريا، أنا من أوصله إلى نقطة المتفق عليها مع إخوانه كي يذهب إلى سوريا. فأنا أبدا لم يكن عندي أي اعتراض، على بالعكس يعني هذا كان فخر لي في حياته ووسام على صدري بعد شهادته. فأوصيكم بأن لا تتركوا هذا الطريق وهذا النهج، لأنه طريق مقدس، ومهما كانت الصعوبات والمشقات، وأنتم الذين بذلتم الغالي والنفيس من أجل استمرار هذا النهج، كما أوصيكم أيها الأحبة بأن تبقوا محافظين على دماء إخوانكم الشهداء الذين سبقوكم، وألا تفرطوا بها مهما كانت الظروف. أبي العزيز، أوصيك بأن تواصل طريق الجهاد من خلال الالتزام بخط الولي الفقيه تحت راية السيد الخامنئي، لأن هذا الخط هو خط مقدس، خط أهل البيت الذين بذلوا أنفسهم وأولادهم في سبيله، وأرجو منك المسامحة. السلام عليكم ورحمة الله. أم الحنونة، السلام عليك أيتها الصابرة المحتسبة بالله عز وجل. أوصيك أيتها الحنونة بأن تصبري وتتواسي للزهراء عليها السلام عندما تسمعين نبأ هذه، لأن أنا اخترت هذا الطريق وسلكته، وكما أوصيك بالدعاء لي وقراءة القرآن
وأن تسامحني إذا من صدر همي أي شيء محبط فيه لم يعجبك. السلام عليك أيتها الأم العظيمة ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم بالمحافظة على متابعة الصلاة والصوم، لأن الصلاة عمود الدين، وأن تلتزموا بخط الولي الفقير لأنه يوصل إلى السعادة والفوز بالجنة. وإذا جاءكم نبأ استشهادي فالبسوا ثياب الفرح وتهيأوا لقراءة القرآن والأدعية والزيارات والتوسل بأهل البيت عليه السلام. ذلك كله ليرحمني ربي ويجعلني من الشهداء، كما وأنه يبعث نورك وطمأنينة في البيت. ولا تحزنوا فإن اللقاء قريب إن شاء الله. وكما أطلب منكم المسامحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ هؤلاء يشعرون بالخسارة العسكرية ويخسرون في الميدان، أرادوا أن يشدوا عصب الشارع في العالم العربي والإسلامي، فأطلقوا على الحرب في سوريا أنها حرب مذهبية، كما هو حاصل مثلا في لبنان. يعني عندما ينحشر فريق سياسي ما في مسألة سياسية يسخر الإعلام وأبواق الفتنة عنده كي يصور للناس أن ما يجري هو استهداف مذهبي. تعوا يا أهل السنة في لبنان، الشيعة جايين ليأخذوكم مثلا. نفس الأمر ما هو حاصل في سوريا، يصوروا للناس أن الأقلية العلوية تريد أن تهيمن. أنا أريد أن أسأل كل هذا العالم، هل كان أحد من الناس يميز في سوريا بين مسلم أو مسيحي أو بين سني أو شيعي أو علوي أو درزي على اختلاف مذاهبهم؟ في النظام السوري ممنوع على المواطن أن يتحدث مذهبيا، ممنوع. هم هؤلاء حكام العرب أرادوا أن يصوروا للناس أن ما يجري هي حرب مذهبية كي يستطيعوا من خلال هذا الكلام الكاذب أن يستوعبوا مئات يعني المقاتلين كما هو حاصل من الشيشان ومن فرنسا ومن روسيا ومن كل هذه البلاد كي يأتوا ويقاتلوا دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن السنة. وهذا هو تشويه للواقع، هذا هو تشويه للواقع. نحن نؤكد أن ما يجري اليوم في يعني في سوريا ليس هو صراع مذهبي، وإلا فلنقل نحن أن ما تقوم به السعودية في اليمن أيضا هي حرب مذهبية. وقتی از مقابل در سفارت ایران در بیروت عبور می کردم، یادم آمد چند سال پیش عده‌ای فکر می کردند راه بهشت از سفارت ما می گذرد. قرار بود در دو عملیات انتحاری بزرگ تمام کارکنان سفارتمان به شهادت برسند، اما رضوان فارس یکی از فرماندهان حزب الله نگذاشت تا این اتفاق بیفتد و خودش هم به شهادت رسید. لبنانی ها سالها طعم تلخ جنگ داخلی و تفرقه را چشیده اند و حالا با وحدتی که بین خود ایجاد کرده اند در آسایش کنار آتشفشان جنگ در سوریه زندگی می کنند. در حقیقت حزب الله راه کسانی را که فکر می کردند با کشتن ما به بهشت می روند بسته است و آنها را پشت مرزهایش زمینگیر کرده. حزب الله هم امنیت لبنان را تأمین کرده و هم ایران را، و همچنان آماج حملات و تهمت‌های گسترده است. دليلك كذب. بعد أن ننتهي من سوريا سنذبحك بالسكاكين يا حسن نصر الله. سوف نحرقه حسب الشيطان مثل هذا العلم.
ان فريق المنار بيبهنا الجزيرة نانجيب مجمع حياة وحش لابی شغال ها گرک های امنیت سازمان لال ها مرگ بازی مدر ماشه ی دموکراسی خود کلون به خود زده لاشه ی دموکراسی کارخانه ی سلاح نکبت دلار ها خط سربی ترور برگلوی سار ها تپد دلم برای لحظه قیام عاشق نبرد با صهیونیست ها این همه خبر مونده بر دلم هنوز حادثه به حادثه تیترهای سینه سوز تپد دلم برای لحظه قیام عاشق نبرد